与三方工作团队一起协作，为通过对话协商。沙伊双方经过坦诚深入的沟通，就改善双方关系取得了重大成果。 الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. من سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد. سياسة الخارجية الصين ترتبط بالمعقولين والجهود لزوم تعزيز الصلح الصراع المنطقي والبينها مراجعة مستفيضة لمسببات الخلافات والسبل الكفيلة لمعالجتها. مذاکره ما بین دو کشوری که حدود 7 سال روابطشون قطع بود، یک گشایشی توی روابط ایجاد بشه. آقای رئیسی هم موافقت کردن. مبتنی بر اون توافق من 6 روزی هست در پکنم و مذاکرات در این رابطه رو با همتای خودم از عربستان سعودی داشتم. هذا تحول جيد طيب. نحن ليش بنكون سعداء؟ لأن نحن عندنا ثقة إنه هذا ما بيكون على حساب شعوب المنطقة. أكيد هذا بيكون لمصلحة شعوب المنطقة. إذا بيتعاونوا بينفتحوا على بعضهم، أكيد هذا بيساعد. على كل حال هذا تطور مهم بالتأكيد. إذا مشي بمساره الطبيعي، مشان كمان ما نبالغ وما نستعجل الأمور، بعده خبر أولي خبر عاجل، هذا طبعا ممكن يفتح آفاق. China be able to expand the Saudi-Iran deal to bring Iran to return to JCPOA? Would the administration support that? So our opposition, as we have stated the last couple of months, as it relates to JCPOA, has not changed. It is not our focus right now. It is not on the agenda, and I'll just leave it there. We've been pretty consistent on that, and so that hasn't changed.